تنرفز وما عجبه وقال لي شو رأيك تروحي، يعني قلعني طلعني من الشغل. حبايبي كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. بعرف اني تأخرت عليكم كتير بفيديو، بعرف والله حقكم علي، بس بصير معي ظروف قاعدة وبتعرفوا مش قادرة كتير اوازن بين هاي الظروف وبين يوتيوب. المهم زي ما شفتوا بالفيديو اليوم رح احكي لكم قصص صارت معي قبل ما افتح يوتيوب، وسبحان الله من وراء هاي القصص المحبطة والبشعة بصراحة تعلق بالعمل والشغل والتقديم لإله، شو كانت تصير معي مواقف، يعني من وراء السعي لهاي الشغلات واني اروح وادق الابواب الحمد لله انفتحت لي ابواب كتيرة، ومن ضمنها اليوتيوب وتوفيق ربنا باليوتيوب. اللي بيتابعوني على الانستغرام اتوقع كنت احكي لهم هاي القصص على الانستغرام ستوري قبل سنه هذا الحكي اذا بتتذكروا، واللي ما بيتابعوني على الانستغرام هذا هو انستغرامي، بتمنى تضيفوني عليه. يعني يا جماعه معقول يصير عندي ما شاء الله نص مليون على اليوتيوب وعلى الانستغرام بس عندي 115000 116000؟ بصير هالحكي بالله، بصير هالحكي. اللي مش ضايفني على الانستغرام بسرعه هلا يروح يضيفني، يلا يلا فولو فولو بسرعه. ومش ضايلنا اشي يا جماعة على اليوتيوب، نوصل 500000 متابع، نص مليون متابع، 22000 بس ضايلنا، يلا همتكم بالله عليكم. بتمنى تعملوا حملة توصيل زادة للنص مليون متابع، هاشتاج حملة توصيل زادة للنص مليون متابع. بعرف انكم تقدروا، بعرف انكم بتجننوا، بعرف انكم تحبوني، انا بحبكم. المهم حبايبي بديش اطول عليكم كتير بالعلته والعجل، خليني ابلش القصه. بس قبل ما نبدا هذا الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وشير وسبسكرايب لقناتي، اشتركوا بقناتي، فعلوا زر الجرس، وضيفوني على مواقع التواصل الاجتماعي، روابط كلها بصندوق الوصف، اهم اشي انستغرام والتيك توك، وهذا انستغرامي ضيفوني على شايفيتكم. وبسم الله يلا نبدا القصص. اول شيء يا جماعه حابه احكي لكم اياه انه انا تخرجت تقريبا على 21 ونص، تمام؟ قطعت الجامعه بثلاث سنين ونص على امل انه انا الاقي شغل بسرعه، وكنت متخيله اني راح اتوظف بسرعه وبراتب وارسم احلام، لكن انصدمت انه الحياه مش هيك، الحياه مش ورديه ابدا. تخرجت من هون بلشت اقدم لشغل من هون. من المواقف البسيطه اللي صارت معي انه انا كنت كثير متامله، كنت كثير ادعي، وكنت اقدم لشغل بس اكثر ايميلات، يعني ما كنت اروح يعني كثير اقدم اروح برجلي وادور. قعدت سنين 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 وانا قاعده، ولكن اقتنعت بعدها بايه وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. طيب كيف وشو اللي صار معي بالضبط؟ حرفيا تعبت وقتها وبلشت ادور على شغل واطلع من البيت. قبل ما ابلش احكي لكم القصص احكي لكم شغله عني، انا حلمي من الطفوله اني اطلع مذيعه، مذيعه اخبار، مذيعه برامج، ما بعرف، المهم احكي مع الناس واطلع اللي بقلبي، اتوقع انه بيطلع لي يعني انتوا شايفين. اوكي مشوها. المهم القصة الأولى، كنت مشاركة على جروب على الواتساب كله ناس بالإذاعة والدبلاج وهي الشغلات، فبيبعتوا على الجروب إنه في إذاعة طالبين مذيعة أخبار، طبعاً أنا ركض رحت، ركض فش أخذت موعد وطلعت عندهم، دخلت لقيت ما شاء الله فوق ال 25 بنت قاعدين، فأنا الحمد لله واثقة بحالي بس أكيد في ناس كمان عندهم قدرات، أخذت النص وقعدت أتدرب، الوضع الطبيعي زي غيري، واحدة تلو الأخرى عم بتقدم، صراحة ما شفت مهارات، بتغلط بالإعراب، اللي صوتها مش قوي، يعني في ملاحظات بلشت أحسها، وأستفيد من شغلات غلط عندهم أستفيد وأنا قاعدة. أجا دوري دخلت وقرأت النشرة، نشرة الأخبار، الحمد لله بدعت فيها، بدعت لدرجة إنه المسؤول اللي قاعد برا أبدأ انبهاره فيي، كتير انبسطت. المهم طلعت من غرفة التسجيل على أمل إنه أنا خلص يعني احتمال كبير يوافقوا علي، وطلعت وحكيت على الإنستغرام إنه يا جماعة ادعوا لي احتمال إنه أنا أتوظف. أعطيته السي في تبعي لما طلعت وكان كتير مبسوط لما قرأ السي في، بس شاف السي في شفت وجهه تغير، ملامحه تغيرت، بقول له ايش فيه؟ بقول لي اه يعني انت لك سنين خبره، قلت له لا ابدا انا مش سنين خبره، هذا كله شغل اغلبه على القطعه، وهون اشتغلت اشهر وهون كذا، قعدت افصل له. مش عارف حسيت انه هو وجهه نظره تغيرت بس شاف السي في، طب ليش؟ حرام عليك، والله انا انسانه منيحه، انا انسانه لو عامله سي في في حياتي منيحه، ليه؟ المفروض انها تدعمني، مش انها يعني تخليك ترفض اني اكون معكم. المهم بعد يومين اكتشفت انها موظفين بنتين ثانيات وانا برا الموضوع. صابني احباط، قلت الحمد لله على خير والله يوفقهم، لكن ما اكذب عليكم صابني احباط وكثير احبطت وبكيت يومها انه يعني لماذا هكذا الفرص عندنا هنا؟
ليش ما إلي فرصة في الحياة؟ فأصابني هذا الشعور. مرقت القصة الثانية، رجعت حكيت إنه لازم أضلني أدور وما أستسلم. بنت من متابعيني على الإنستغرام تبعت لي منشور على الفيسبوك إنهم بدهم مذيعة أخبار لإحدى الإذاعات، برضو ما حذكر أسماء. أشد الهمة يا زينب وخدي موعد ويلا، ورحت أنا وأختي مبسوطة وياه، وأكيد أكيد رح يوافقوا علي إن شاء الله، لأنه ما شاء الله يعني مجهزة حالي وبعرف إنه قادرة، يعني I can do it، هذا الإشي مكاني. وين الصدمة كانت؟ هذا إشي حطيت لكم إياه على اليوتيوب بفيديو بسلسلة دويت بطريقة تمثيلية حلوة. دخلت قلت له لو سمحت أنا كذا 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 وأخذت معكم موعد. قال لي آه تفضلي. قلت له الله يزيد فضلك يا رب. دخلني على الغرفة وأعطاني ورقة، اسمعوا القصة أنتو، أعطاني ورقة مكتوب فيها نشرة أخبار صباحية. وين الصدمة كانت؟ إنه بحكي لي اصحك تطلعي على الورقة ولا تقرأي منها ولا كلمة، ممنوع ممنوع. قلت له نعم يا أخوي، ماذا تقول؟ إيش في؟ ليه؟ عفوا بدي أدخل أقرأ نشرة الأخبار، يعني أنا تخيلني مذيعة، هل المذيعة تدخل من دون ما تقرأ نشرة الأخبار؟ وين صارت هاي؟ يا أخي بديش أتدرب، بس أقرأها مرتين على الأقل أشوف إذا في أخطاء إملائية أعدل، يعني مش منطق. قال لا ممنوع تقرأيها نهائيا، بتدخلي بحكي لك 1 2 3 بتمسك الورقة تطلع عليها وتبلشي هيك هيك بالضبط. انا رفع لي ضغطي، اقسم بالله رفع لي ضغطي وقتها، يعني بدي انفجر كنت شوي وبدي بس قلت امسكي حالك يا بنات معلش توكلي على الله. دخلت على الاستوديو حطيت السماعات عداني، مسكت الورقة قعدت اقرأها من تحت لتحت من دون ما يشوف، شفت انها مليانة اخطاء املائية يا جماعة، كل كلمتين في جنبهم اخطاء املائية واخطاء يعني فادحة يعني ما بتنقرأ. طلعت عليها هيك حتى تسمعت قلت له اسمع أنا شفت الورقة هلأ مليانة أخطاء، كيف تعطيني ورقة زي هيك أنت؟ كيف خليني أعدل؟ اللي هو بيحكي لي مش قلت لك أنا ما تقرأ الورقة ممنوع، بدك تعملي تست ممنوع تقرأ الورقة. صفنت هيك قلت له يعني بيني وبين حالي بحكي إنه تطفيش بالعقل يعني عم بيطفشوا فيا يعني بينا يعني حاطين البنت اللي بدهم إياها وعارفين شو بدهم وبيطفشوا بالناس بس شغل يعني منظرة خلينا نحكي والله هيك شكله. ضايقت ليش هيك تعاملوا مع العالم؟ الأسلوب بشع والواسطة مبينة وتطفيش مبين. بلشت أقرأ بالورقة وأعدل أعدل لحالي، بس يعني شو ما حاولت تعدل إلا ما تعك، الكلام غلط مكتوب، الكلمات غلط مش بس إملائيا حتى الكلمات خاطئة. ارتفع ضغطي وأنا عم بقرأ. المهم بعد ما خلصت قراءة قلت له اسمع أنت شايف الأخطاء؟ قلت له حرام يعني أنا جاي من آخر الدنيا عشان تست مثل هيك. طلعت له بحكي لي لا ما شاء الله عنك إن شاء الله بنحكي معك، هاي السي في معنا خاص متواصل معك بطفس فيه قاعد بيهدي فيه بيسلك لي. قلت له ماشي. طلعت من هون وحاسة حالي خلاص بدي انفجر، وانا من النوع اللي استفز من المعاملة، شغلة المعاملة البشعة وشغلة الواسطة والمحسوبية اكتر اشي بيستفزني، ما بحب النفاق انا ما بحبه. ما بدكم حدا يقدم عندكم، حاطين حدا ببالكم يا اخي، ما تغلبوا الناس وتجيبوها، لا بتعملوا هيك. روحت على البيت ولا حكوا معي ولا اشي طبعا يعني على الفاضي، مرقت القصة وانا حاطة ايدي على راسي بحكي يا رب بعدين مع الشغلة. المهم يا زينب ما تستسلم. القصة الثالثة، بترن علي واحدة من صحباتي تحكي لي في شركة دوبلاج واشياء واصوات وهيك وتسجيل طالبين موظفات وروحي قدمي ما بتعرفي. قلت والله لا اجرب. رنيت عليهم مرحبا كيف الحال، انا زينب دبابنة 1 2 3 4 10 20 هاي السي في تبعي، اشتغلت مع 1 2 3 حكيت له عني. هو بيحكي لي تفضلي عنا على المكتب بشرفنا واحدة بتلك تكون معنا، وبعدت له نماذج من صوتي بالاناشيد بالاعلانات بكل اشي كتير عجبه. فقلت وكاتبين بالإعلان إنه في راتب أوكي، فأنا قلت الحمد لله والمكان قريب يعني. رحت على المكان قعدت معه، لو بيحكي لي والله يا زينب السي في تبعك صراحة ثري جدا وإحنا ما بدنا نضيع حدا مثلك، طبعا شاب صغير اللي بيحكي معي قاعد بيحكي معي زي كأنه إنه هو له خبرة في الحياة كتيرة وهيك. قلنا ماشي. بيحكي لي إحنا كتير حابين تكوني معنا شو رأيك؟ قلت له والله حلو مش غلط. لو بيحكي لي بس رح تشتغلي معنا بدون راتب. قلت له نعم عفوا شو قلت عيد شو حكيت؟ هتشتغلي معنا اول كم شهر بدون راتب اذا بدك نعطيكي مواصلات. قلت له تمام مواصلات. قلت خليني اسلك للموضوع
اشتغل على ما الاقي شيء احسن، بما انه بيغطي لي المواصلات. اوكي الفلوس اللي بدي اعطيني اياها للمواصلات ما بتغطي نص المواصلات، يعني بدي ادفع مني كمان. قلت معلش شو عليه نجرب. هلا مضض وانا متضايقه، قلت له تمام. اللي هو بيحكي لي ساعات الدوام كانه من 8 الصبح لل 5 6 المساء. طب انا بفكر قاعد انه وال كل هذا الوقت ويوميا وحتى احيانا يوم سبت، طب حرام يعني انا شو نفسي يعني مش لهالدرجه. معلش يا زلمه بنضيعك شوي في الحياه. حرفيا بلشت اداوم بس احس حالي مضغوطه يا جماعه، احس حالي مش مرتاحه بالمكان، في اشي غلط، معامله سيئه بعامل الصبايا. الصبايا خريجات جداد، هلا انا اكبر وحده فيهم، اكبر من الشاب نفسه صاحب العمل، بعامل الصبايا معامله تسلط وبيلقي عليهم الاوامر زي اكنه يعني مش فاهمه. طريقه معاملته كتير سيئه، واللي بتتاخر ببهدلها بطريقه يعني عن جد بحس البنت بدها تعيط قدامي. وانا إنسانة ما بتسكت عن الحق، ما بتسكت للأسف، يعني لازم أتفلسف، بقدرش. تخيل حالي أنا مكانها، يعني بلشت أحس يوم عن يوم كل يوم في إشي غلط، في كذب، بيكذب كتير، بيستغل طاقات، بيستغل الشغلات. عبن ما أجا يوم بنت من البنات اشتغلت عمل كامل، عمل كامل تخيلوا، مش عارفة كأنها تأخرت أو صار معها إشي ظرف وبهدلها. البنت تضايقت وحملت حالها وروحت، هو فصلها. فشو اللي صار؟ هو ما بيعطيها راتب ولا إشي ترى، وكل الشغل عليها يعتمد. تخيلوا إنه ما نزل اسمها بالعمل اللي نزل. أنا بس شفت هيك حسيت إنه هاي قمة الوطي، الوطي؟ أوكي، قمة من النذالة يعني صراحة، إنه مش من حقك البنت تعبت واشتغلت بالآخر ما ينزل اسمها. فأنا هون برضو بلشت أحسبها إنه أنا ما بدي أشتغل مع ناس زي هيك، أنا بهمني أشتغل مع ناس مريحين، واضحين، صريحين. وما بيأذوا. مش عارفة شو اللي صار بالضبط. يوم بالأيام كنا قاعدين كلنا، صار موقف أنا كنت شاهدة على الموقف كامل. فواحدة من اللي بيشتغلوا أجت وصار يحكي لها حكي تاني غير الموقف اللي صار، أليف كله تأليف، كذب كذب كذب. وأنا صافنة هيك، أنا ما بتحمل يعني إنه إيش بتخرط قاعد قدامي وأنا شايف الموقف كله. فأنا بلشت أحكي له لا اللي صار واحد اثنين ثلاث على أي أساس هيك. له طبعا هو كان حاطط نقره من نقري، إنه أنت مالك، إنه أنت قوية، إنه أنت خليكي بحالك، مين حكى معك؟ عارف انه انا مسكتش عن الحق. هذا اشي ما كان عاجبه ابدا. مين ما كان يكون قدامك ما تسكت عن حقك، ما تسكت عن اشي غلط صار قدام عينك. ضلت اناقش فيه وهو ماخذ الموضوع تحدي، ماخذ الموضوع شخصي. وانا بلشت عن جد اتضايق انه ليش هيك بتعامل، اليوم بتعامل مع زميلتي هيك وزميلتي التانية هيك، بكره بتعامل معي انا هيك، وهذا الاشي ما بيريحني. ضلت اناقش فيه بشغلات تانية تخصني انا، تخص متى بدك تعطيني راتب تبدا، يعني انا صار لي كان عندهم 3 اسابيع. اتنرفز، صار يتهرب حتى من الشيء اللي انا متفقه معه عليه. طبعا هو تنرفز كتير، ليش انا بناقش فيه بالحق وما قلت ادب وبكل رقي عم بحكي معه وعم بدافع عن البنت بطريقه راقيه. تنرفز وما عجبه وقال لي شو رايك تروحي، يعني قلعني، طلعني من الشغل وبطريقه كتير بشعه وزي اكنه مستغني عنا كلنا، وانه احنا بنشتغل عنده يعني وبندور راتب ولا شيء، وانه احنا تحت امره. حملت حالي والله، طلعت. نزل عمل بعدها لإلي بصوتي كامل، بصوتي من تأليفي العمل كامل حاطط اسمي فيه. تخيلوا زي ما عمل مع البنت اللي قبل عمل معي أنا كمان. بعتت رسالة على الجروب اللي إحنا كلياتنا موجودين فيه، لسه ما ناقشت في الموضوع نهائيا، لقيته مبلكني على الجروب، مبلكني من كل مكان حتى على كل مواقع التواصل. أنا حسبي الله ونعم الوكيل فيه، ما بنساله إياها. لا ناقشته ولا حكيت عنه ولا جبت سيرته ولا شهرت فيه ولا إشي نهائيا، احتسبته عند ربنا. بس هاي المواقف عن جد أثرت فيي. لما تكون أنت إنسان ناجح مش ناقصك إشي، بدك بس فرصة من اللي قدامك حتى تثبت نفسك، تلاقي الناس عم بتذلك أكتر وأصحاب العمل عم بحرثوا عليك. هذا الإشي عن جد بيخليك تكره المكان اللي أنت فيه. بس أنا ما سمحت لنفسي بهذا الشعور. سبحانك يا رب، سبحانك في مكانك. الله ما بترك حدا بسعى، الله صار يسر لي شغلات أسلك حالي فيها بهديك الفترة. وسبحان الله يا جماعة، فترتها كنت عم بحضر لقناتي اليوتيوب وكاتبة أفكار ومواضيع ومعدة وحاطة سلسلة القصص كاملة، تعبانة على الموضوع، وكنت أحكي له بعد أفكاري وأحكي له بدي أصور عندكم بأنه عندكم كرامة، أصور عندكم 1 2 3 ومن هالحكي وبكتب اسمكم عندي، يعني دعم مني لإلكم إذا انشهرت قناتي. والله كان يستخف كتير بالقصص اللي أنا بحكي له إياها، كان يستخف بكل قصة أنا كاتبيتها لليوتيوب تبعي. سبحان الله بعدها بفترة بنت من اللي كانوا يشتغلوا، كانت موجودة معنا اللي كان عليها الشغل كله ما حط اسمها، ترن علي بعد ما تركت قبلي طبعا، ترن علي بتحكي لي بدي أحكي لك شغلة، والله أنا ما كنت بدي أحكي لك، خلص إنه ما بصير نحكي بس حسيت إنه لازم أحكي لك. قلت لها شو؟ قلت لي متذكرة أول مرة إجيتي فيها مقابلة عنده؟ قلت لها آه متذكرة. قلت
اللي بعد ما طلعتي صار يتمسخر عليكي وصار يحكي عليكي، ما خلى عليكي والله طريقة كتير بشعة. هو ما بيعرفني ولا بعرفه، صار يستهزئ فيي تماما، يعني زي كنا بستغل بالأشخاص اللي عنده لمصالحه، فهمتوا علي؟ يس حكت لي هذا الاشي فقلت الحمد لله رب العالمين انه انا تركت من عندهم. اللي صار بعدين يا جماعة انه انطلقت بقناة اليوتيوب والحمد لله رب العالمين، يعني دعم من ربنا عظيم كان، وبلشت الشغلات تتيسر. ولكن انا لو ما طلعت وما سعيت قبل وما فشلت وما وقفت على رجلي، كان ما صارت وتجمعت عندي هاي الطاقة بداخلي اني عن جد ابدع، بيطلع مني شغلات كتير. الهدف والفكرة اللي عم بحاول أوصلها، الحياة مو وردية، لازم نسعى ولازم نتعب، حتى لازم إحنا نصنع شغلنا بأنفسنا لو ما لقينا الفرص قدامنا. أهم شيء لا تستسلموا. مش عم بوصل فكرة إنه أنا مرتاحة جدا ولقيت اللي بدي إياه ومشيت في حلمي وأنا وصلت، لا أنا ما زلت في أول الطريق، ولكن أهم شيء ما تستسلموا. اسعوا، اسعى يا عبدي. ذكروا الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. حبيت احكي لكم هاي القصص هلا بهذا الوقت تحديدا، لانه الوقت اللي انا صار فيه هيك كان ب 2019 مثل هذا الوقت، وفتحت قناتي بهاي الايام، فتذكرت هاي القصص حبيت احكي لكم اياها عشان تستفيدوا منها تمضوا لقدام. لا تنسوا اللايك والشير سبسكرايب لقناتي. اجت سيارة الخضرة، ما علينا. لا تنسوا هاشتاج حملة توصيل زادة لنص مليون، وبحبكم كتير ومع السلامه.